بتحب انت الفلفل الاحمر؟ ها بحب ايه؟ الفلفل الاحمر. لا لا انا بحب الفلفل الاصفر. لا امال انت متصور النهارده؟ قالوا لي ان انت متصور على الـ على الـ على تويتر فلفل اخضر تقريبا ولا كان احمر؟ جبنا بيتزا، جبنا بيتزا بعد الماتش. والمشكله ان في واحد بياخد الصور دي ويقعد يعمل كومنتات ويعمل حاجات على تويتر ويعمل حاجات على الفيسبوك. ده انت عارف الناس بتعمل بتقعد تلعب بالحاجات دي. الواحد بتبقى نيته سالكه والناس بتاخدها في ناحيه ثانيه. مش قاصد بيها حاجه معينه. لا 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 احنا كلنا اصلا متصورين، حتى هتلاقي على الموقع بتاع النادي كلنا جايبين بيتزا وكلنا بناكل بيتزا بعد الماتش ومتصورين. يعني فرحه طبعا، انت كسبان فريق عظيم زي نادي الزمالك لازم تفرح، زي ما لو كسبت نادي عظيم زي نادي الاهلي. انت قطبين الكره المصريه، لما اي حد بيكسبه الفرحه طبعا بتبقى مضاعفه. لا وبالاخص كمان يا فادي لما انت تكون ناقص، عندك نقص عددي، انت يعتبر الماتش خلصان وانت 9 لعيبه، يعني انت مطلوب منك 2. يعني المانشيت المفروض يتكتب ايه؟ المقاولون ب9 لاعبين، الاهلي والزمالك 2-1. مش هيقول ايه تاني كده تاني يا فادي؟ لا لا انت كده بس انت عايز تعمل لا 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 بس لا لا قولها تاني. لا احنا بنتعلم منك المنشتات. قول. لا ده شغل صحفي ده. لا لا ما لا لا ازاي يا كابتن فادي، ده انت راجل بسم الله قاعد بتقول. طب وليه ممكن نعمل منشط يا فادي ان بعد خروج فادي المقاولين فاق؟ لا انا مسلمهم يا باشا، واحنا فايزين يا باشا. ماشي انا مسلمهم نضيفه يا كابتن رضا. ماشي يا فادي، مبروك النهارده. نجاح طبعا واحد من نجوم المقاولون العرب طبعا، ولاعب مميز جدا ومدافع.